السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. في الوصفه ديال اليوم غادي نشوفوا لي ميني تارتلات او شوكولا. هاد الوصفه غادي نحتاجو نص زلافه ديال اللوز، نص زلافه ديال كورن فليكس، غادي نحتاجو لي فون دو تارتلات. اللي بغى يصاوبهم راه سي لا بات صابلي بحال لي فون دو كيش، غير يزيدو فيهم السكر. لي فون دو كيش راه حنا فايتين صاوبناهم. وغادي نحتاجو شوكولا ولي، وغنحتاجو شوكولا نوار، وغادي نحتاجو لا كريم ليكيد. غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخدو مقيلة غنديرو فيها داك اللوز، وغادي نديروه نزهدوه شوية عاد باش نطحنوه هو والكورن فليكس باش يعطينا لو كروكون اللي غيكون عندنا في داك لي ميني تارتوليت. فوالا تنحاول نديوهم نجيبو فوق البوطون غير واحد شوية، غير يتزهد لنا وكان نقيدو. من بعد ما كنحمروه غادي نطحنوه. واو الكورن فليكس. صافي غنديرو مي شوية باش يبقى لنا داك لو كوكا، هو تيكون على هاد الشكل ما تيكونش مطحون بزاف. غير شوية غناخدو داك لو شوكولا ولي غنقطعوه بحال هكا تريفات صغار، وغادي نذوبوه في حمام مريم. فوالا هاهو بدا كيدوب، غنخليوه حتى يدوب مزيان عاد نخلطو مع داك اللوز والكورن فليكس. وكما قلنا كيدوب في حمام مريم باش ما يتحرقش. بعد ما كيدوب ليه مزيان شفاف غادي نخلط عليه داك اللوز والكورن فليكس، وغادي نبدا نعمر في لي فون دو تارت. هنا غنعمرو لي فون دو تارت، ما نوصلوهمش حتى الفوق، غنحطو فيهم شويه من تحت. كنعمر كاع دوك لي ميني تارتوليت لي عندي. دابا غادي ندوز نسخن لاكخيم مزيان وندوب فيها الشوكولا ونديروه من الفوق. فوالا غنشدو دابا لاكخيم من بعد ما سخناها، غادي نبقاو نكبوها على الشوكولا وغنحركو، ولكن غنكبوه بشوية بشوية مع التحريك. الشوكولا ديما قطعوه صغير باش يجي ساهل باش يذوب. فوالا هو كيولي لنا الخليط على هاد الشكل. دابا غنبقاو نكبوه على لي فون دو طارت ديالي، على دوك لي طارتوليت بليتو. فوالا هاي كنديرهم كاملين، وهادي نضربوها بشوية باش نلقى الجوانب. صافي تنكملوهم كلهم.
فوالا من بعد ما كنكملو كاع لي طارتوليت ديالنا، دابا غادي نديروهم في الثلاجة وغادي نخليوهم يبردو مدة واحد ساعة ولا ساعتين ونجبدوهم. وها هو الشكل النهائي ديال لي طارتوليت او شوكولا جاولي. انا قدمتهم بهذا الشكل، دبت ليهم داك لو كورن فليكس واللوز اللي كنا طحنا درناهم مع شوكولا، زدت طحنتهم ودرتهم من الفوق. ممكن ديروا لا شانتيي، ممكن ديروا غير سكار كلاصي، المهم كل واحد على حسب الرغبه ديالو. نتلاقاو في فيديو اخر. في امان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم.